السلام عليكم. ده كود لعبة SOS C++ فيرجن. هي نفس الالجوريزم يعني بتاع بايثون. فهحاول اختصر يعني الموضوع شوية. أول حاجة هنا هو بياخد بيملى array available من 1 لـ16، وهي دي اللي بتتشيك على ال positions، سواء دخلت ال position ده قبل كده في function input، او انت خلاص خلصت ال positions كلها، فبالتالي ينهي اللعبة ويعرض لك مين اللي كسبان ومين اللي خسران. طيب هنا هو بياخد player x وبياخد player y، وبعد كده في الفور لوب اللي بعد كده بيعرف بقى ده الجدول 4×4 يعني، وبيملى array game out بالارقام في الاول. تمام. فويل تروح نسكب الحته دي بس مش هو بيبدا الاول السيكونس بتاعه بيبدا بالسويتش بلاير، ووظيفه هنا الفاريبل بتاع اللوب نمبر ان هو في الاول كده، لو حطيت السويتش في الاول حطيتها في الاخر، بس هي ما اشتغلتش معايا من سبب يعني. فعملت حوار اللوب نمبر ان هي لو هو ايكوال زيرو ان هي اول مره خلاص يريتيرن فيرست، بعد كده بيشتغل بقى الفانكشن عادي. وبعد كده بنادي الانبوت فانكشن، وبعد كده بنادي الديسبلاي فانكشن، وبعد كده الجادج فانكشن. ففي الانبوت فانكشن دي هنزلها تحت. تمام. انا باخد فيها الفاليو اللي هو اس او او، وبعد كده باخد البوزيشن اللي هو ما بين 1 لـ16، وهنا بروح في الافيلبل على طول اخلي البوزيشن ده في الاري بتاعت الافيلبل ايكوال زيرو عشان اعرف اتشيك بعد كده هو موجود ولا لا. لو هو طلع متسجل قبل كده تمام، بنادي الانبوت جوه نفسها لغايه ما يدخل بوزيشن مش محدود زي. بعد كده فانكشن ديسبلاي، وهي الفانكشن انا باخد الفاليو من الانبوت سواء اس او او، وبعرضها في جدول برضه 4×4 لليوزر عشان يشوف الكلام ده. دي ديسبلاي. بعد كده سويتش بلاير، سويتش بلاير في الاول كانت كده كده، وهي بالظبط لو النمبر ايكوال زيرو يجيب فيرست ويبقى كده. تمام. بعد كده في جادج فانكشن، في جادج فانكشن انا بسوي هنا بريفيس بلاير اكس ببلاير اكس سكور، بريفيس بلاير واي ببلاير واي سكور، وقارن. تمام. اقارن اشوف بقى هعرف اعمل سيكونس اس او اس فيرتيكالي هوريزونتالي، وبكتو دايجونالز في الحالتين سواء او او اس. تمام. مثلا في حالة ان انا لقيت عملت سيكونس فعلا، فبشوف مثلا هنا الفاريبل ده لو بيساوي 1 ففي الحالة دي يبقى البنت دي هديها لبلاير اكس، لو مش بيساوي 1 و2 مثلا هديها لبلاير واي، وهكذا. بعد كده هنا بطبع السكور بتاع اللاعبين، والتشيك وين هي بناديها في حالة بقى اللي فوق اللي في الوايلد ترو، اللي في الوايلد ترو ان في حالة ان انا الاقي البوزيشنز كلها محجوزه خلاص، ساعتها بنادي تشيك وين وبتطبع مين اللي كسبان مين اللي خسران. بس شكرا.